مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه تفاعليه لشوف تيفي. كتحتل الجزائر العاصمه المرتبه الرابعه كأسوأ مدينه للعيش في العالم، هذا الشيء اللي كشف عليه التقرير السنوي لمجله الايكونوميست. وكيعتمد يعني هذا التقرير على مجموعه من العناصر من بينها البنيه التحتيه الجيده لهاد المدن، وايضا يعني مدى ملائمه لهاد المدن للعيش، وايضا الرعايه الصحيه الجيده، الكثير من الفرص ديال الثقافه والترفيه. كما احتلت العاصمه الليبيه طرابلس المركز الثالث عالميا كأسوأ مدينة للعيش في العالم سنة 2022، وجاء في المركز الأول العاصمة السورية دمشق، تلتها مدينة لاغوس في نيجيريا. يعني هذا التصنيف كيتغير أيضا على حساب يعني الطريقة اللي تعاملت بها كل مدينة مع الوباء يعني كوفيد 19 ومدى سرعة انتشار اللقاحات، إضافة إلى مستوى القيود المفروضة على الحدود. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.